حنساهل نمشي بحال البارح واليوم الاساتذه كانوا معنا في متناول الاسئله وجينا نمشي حنساهل كما البارح كانت معنا شدنا الخلع مع دخلنا في الصباح العشية كانت شويه الجو هذاك درنا كان الاسئله في العربيه كانت شويه صعيبه ولكن كل واحد عنده وجهه تاعها كاينه حراسه وكاينه حرصه لداخل كاينه ولكن ماشي بزاف كاينين يشدوا يحضروا معك اساتذه ولكن باش تنقل صعيبه شويه الا بغيتي تنقل كاينين ولكن ما كاينينش بحالنا حنايا ولكن اصحاب الباك غيكون عندهم اكثر منا 13 على حسب اقل تقدير متناول حطوا لنا داكشي كنا حافظين حطوا لنا مقاله في الجغرافيا فحطوا لنا جوج مقالات وحده في الولايات المتحده وحده في سميتو ازمه الريف والمدينه جات داكشي ساهل داكشي كنا حافظين التاريخ كان عبارة على شي حاجة اللي سهلة الحمد لله داكشي اللي كنا حافظين حطوه لينا وكان الحمد لله ونشكروه كانوا صعبوا معنا في التربية الإسلامية ولكن الحمد لله خيرها في غيرها التربية الإسلامية كانوا حطوا لنا واحد الجزء السادس اللي ما كنتش حتى واحد ما معول عليه ما كيتحطش حطوه لنا هو الجزء الرابع ولكن الحمد لله خدمنا الخير فيما أشاء الله الحراسة كانت ما كانش النقلة الأساتذة مزيرين بزاف الأستاذ ما كيريحش كيبقى يدور عليك ما كيخليكش قاعد فين تجبد زعما الصغير ديالك ولا شي حاجة كان داكشي مزير بزاف الحراسه كانت لداخل حراسه مشدده كانوا البوليس بعض المرات كيجيو لبرا ولداخل عندنا يعني كان داكشي مزير بزاف الحمد لله خرجنا كلشي ما صراحه ما بريباريش بزاف شي 15 يوم الاخره صراحة دوزنا امتحان زوين كان داكشي في متناول صراحة كان داكشي تقريبا تقدر ديرو من ثقافة عامة إلا كانت عندك إلا مشات لك إلا تنسات لك حفاظة تقدر تلقى الفهامة وداكشي دونك الحمد لله على كل حال إن شاء الله نفرحوا والدينا وداكشي كانت الحراسة الصراحة كانت شوية مشددة ضروري داروا خدمتهم داروا خدمة اللي عليهم الصراحة و راه داروا اللي عليهم الصراحة حنا درنا اللي علينا ما نقلناش ضروري ان شاء الله الكمال على الله من ثلاث شهور من مده الصراحه من الدوره الاولى ديال وي دابا راه الراحه الحمد لله ان شاء الله نفرحوا والدينا بنقطه وصافي انا والدري صاحبي بين لهم صاحبي حافظي اجتماعيات 20 ان شاء الله فرنسي 18 عربية شي 18 شو حنا ديال النقل حنايا الناس ديال الحفاظة شينا حافظين شوف بينا فينا شينا حافظين ان شاء الله نجيبو شي 20 ان شاء الله 18 باش نحافظو بعض كيفاش كانت الاجواء الداخل؟ الاجواء الداخل على حساب مقاسم القضية ما خلاوش مثلا النقل ينقلوا الحمد لله حنا اللي حافظين نصرنا الله وان شاء الله نجيبو شي 20 نقول لك حنا ما كرمناش بين 18 باش نمشيو مرتاحين البكالوريوس خرجنا من الصلاة دوزنا الاجتماعيات اليوم والله يجد هاد السبيخات تعاملوا معانا الصراحة حطونا داكشي ساهل داكشي اللي قريناه من صلى الله ولكن واخا شوية مزايرين صحيح حراسة كلشي داز مزيان الحمد لله ولكن ان شاء الله ان شاء الله 18 مدة 18 مضمونة خويا الامتحان كان في متناول الحمد لله نبغيو نشكروا الأساتذة ديالنا أستاذ سولان الله يجازيك بالخير الله يرحم لك الوالدين فرنسي البارح حتى الاستاذ زويق الله يرحم لك والديه الاستاذ الريحي الاستاذ سحلا شكرا جزيلا مزيان الحمد لله داكشي اللي قرينا وليت حط لنا الحمد لله كنبغيو نشكر المدرسه والاساتذه ديالنا كان داكشي في متناول الاجتماعي حطوا لنا زوانه العربيه فرقعونا ما حطوش لنا في متناول صعيبه بزاف ما فهمنا حتى والو فرنسي والتربيه الاسلاميه فرقعنا وان شاء الله شي 18 فرنسي شي 17 في سميتو التربيه الاسلاميه وشي 3 في العربيه